مشاهدينا الآن ننتقل إلى وقفة مع الأخبار ومع حازم الغامدي. أهلا وسهلا منورين. أهلا. ماني متعود عليكم في ام بي سي في أسبوع كذا. أحيانا إيه. عبد العزيز يعني على الأقل أنا شوي فاهمي. إيه. بس اليوم كلنا مجتمعين إيه. في البنات. لا عادة أنت تكون تغريد رقية علي إيه. أنا أكون ماني موجود أنتوا الاثنين سوا. كلنا خير وبركة كلنا الله حكيم يا شيخ. يلا البداية مشاهدينا ومستمعينا من مباريات كأس الملك، حيث صعد نادي العين إلى ربع نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مستضيفه الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على رديف ملعب الجوهرة في جدة، ليضرب العين موعدا مع النصر في الدور ربع النهائي. خلونا نشوف الأهداف. ينقل الكرة إلى الجانب الأيمن في حالة الهجوم الآن عينوية خطرة خاطئة في الجول من جيترسون ساحة براد ريتش يلعب الكرة في المرمى وهدف عينوي ثاني. وعلى استاد مدينة الملك عبد العزيز في مكة واصل الاتحاد مستوياته المميزة بعدما حجز مقعده للدور ربع النهائي بعد فوزه على المستضيف الوحدة بثلاثة أهداف نظيفة، وسيلعب الاتحاد في الدور ربع النهائي أمام ضيفه الفتح في جدة. خلونا نتابع الثلاثة أهداف. الآن يتقدم بريوفيتش سجل اليوم هنا غاري يتقدم الآن غاري رودريغيز ويحاول عرضية جميلة أمام المرمى الله طول الكرة عليه لكن كرة لبريو بريو هدف ثالث هدف اتحادي ثالث. فجر نادي الفتح مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصائه حامل اللقب المستضيف نادي الهلال بعد فوزه عليه بهدفين دون رد ليصعد الفتح للدور ربع النهائي. وتعرض الهلال بطل الثلاثية لخسارة ثانية على التوالي في أسبوع واحد فقط بعد خسارته في الدوري الأسبوع الماضي من الوحدة. الكرة نفذت حجز الفيصلي مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح 9-8 في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي وقاد فيها أحمد الكسار حارس مرمى الفيصلي فريقه إلى الفوز بعد إحرازه آخر ركلة ترجيح من زمن المباراة أو بعد زمن المباراة. هذا وسيلاقي الفيصلي نظيره الباطن في الدور ربع النهائي. الحارس بالحارس الحارس بالحارس الكسار لعيبة تركوها للكسار الكسار ومبلحي الكسار يا السلام مبروك للفيصلي مبروك للفيصلي أحمد الكسار ينهي المباراة بعد. واصل الباطن نتائجه المميزة هذا الموسم بعدما اكتسح ضيفه أبها بثلاثية نظيفة يلحق بركب الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي لكأس الملك في المواجهة التي احتضنها ملعبه بحفر الباطن في الدور الثمن النهائي للمسابقة. الجهات السنية في نادي الهلال يوسف الجبلي كرة ثابتة للباطن رأسية الله الله على السماوي عالية طويلة إلى الأمام خطرة جدا خطرة جدا خطرة جدا والبطراوي يسجل الثاني محمد بيمرر الكرة إلى أبرو هذا أبرو هذا أبرو وفابيو الله. ومن مباريات قبل الأمس حجز النصر مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدفين نظيفة في الدور ثمن النهائي للمسابقة ليعلن النصر تقدمه إلى الدور ربع النهائي. خلونا نشوف الهدفين. خمسة لاعبين داخل الصندوق بالنسبة لرفاق حمد الله الكرة بالرأس ما يكون جول جول مرور جميل وفكرة للتهديف نعم الله 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 الله.
فجر القادسية مفاجأة كبيرة بعدما أقصى ضيفه الشباب بفوزه عليه بهدف نظيف يتأهل لدور ربع النهائي لكأس الملك، وجاء هدف القادسية القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق معدودة. وحسن العبري، زاد البواردي، حسن العبري، هدف قد ساوي أول. يا سلام حسن، يا سلام. حجز نادي التعاون أيضا مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك بعد فوزه أمام ضمك بهدفين مقابل هدف، ونجح التعاون بطل النسخة قبل الماضية في تعويض إخفاقه في النسخة الماضية بعد خروجه من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام أبها. وبتشكيلة قوية جدا، وهذا عبد الله ساني منطلق من الجهة اليمين، وهي جول أول. الله، أول الأهداف في الجهة المقابلة، لعبها في مكان الله. عبد الله يصوب ولا لا، يلعب كرة عرضية، يقول الله.